Bismillahirrahmanirrahim. İlahi, az-zunubu ahrasetni, ve kesretul ma'asi ahjaletni, ve şiddetul gafleti ahfetet savti. فأدق باب رحمتك وأنادي في باب مغفرتك بصوت سيدي وسندي الشيخ عبد القادر الكيلاني وندائه المقبول المأنوس عند البواب بيا من وسعت رحمته كل شيء ويا من بيده ملكوت كل شيء ويا من لا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يغلبه شيء ولا يعزب عنه شيء ولا يؤده شيء ولا يستعين بشيء ولا يشغله شيء عن شيء ولا يشبهه شيء ولا يعجزه شيء يغفر لي كل شيء حتى لا تسألني من شيء يا من هو آخذ بناصية كل شيء وبيده مقاليد كل شيء ويا من هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن دون كل شيء والقاهر فوق كل شيء اغفر لي كل شيء إنك على كل شيء قدير ويا عليما بكل شيء ومحيطا بكل شيء وبصيرا بكل شيء ويا شهيدا على كل شيء ورقيبا على كل شيء ولطيفا بكل شيء وخبيرا بكل شيء اغفر لي كل شيء من الذنوب والخطيئات حتى لا تسألني عن شيء إنك على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بعزة جلالك وبجلال عزتك وبقدرة سلطانك وبسلطان قدرتك من القطيعة والأهواء الردية يا جار المستجيرين أجرني من الشهوات الشيطانية وطهرني من القاذورات البشرية فصفني بحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالمحبة الصديقية من صداء الغفلة وأوهام الجهل حتى تفنى الأنانية ويبقى الكل لله وبالله وإلى الله ومن الله غرقا بنعمة الله في بحر منة الله منصورين بسيف الله محظوظين بعناية الله محفوظين بحماية الله عن كل شاغل يشغل عن الله فيا نور الأنوار ويا عالم الأسرار ويا مدبر الليل والنهار يا ملك يا عزيز يا قهار يا رحيم يا ودود يا غفار يا علام الغيوب يا مقلب القلوب والأبصار يا ستار العيوب يا غفار الذنوب اغفر لي ذنوبي وارحم من ضاقت عليه الأسباب وغلقت دونه الأبواب وتعسر عليه سلوك طريق أهل الصواب وانصرمت أيامه ونفسه راتعة في ميادين الغفلة والمعصية ودني الاكتساب فيا من إذا دعي أجاب ويا سريع الحساب ويا كريم يا وهاب ارحم من عظم مرضه وعز شفاؤه وضعفت حيلته وقوي بلاؤه وأنت ملجأه ورجاؤه إلهي إليك أرفع بثي وحزني وشكايتي إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي وانقطاع حيلتي إلهي قطرة من بحار جودك تغنيني وذرة من تيار عفوك تكفيني يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالا لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك
وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا واغفر جميع ذنوبي وسقطات لساني في جميع عمري برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك في فرقانك وأثنى عليك حبيبك بإذنك وأثنيت عليك بجميع مصنوعاتك بإنطاقك. سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف بمعجزات جميع مصنوعاتك وبتوصيفات جميع مخلوقاتك وبتعريفات جميع موجوداتك. سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور بألسنة جميع مخلوقاتك وبأنفس جميع كلمات كتاب كائناتك وبتحيات جميع ذوي الحياة من مخلوقاتك لك وبموزونات جميع الأوراق المهتزة الذاكرة في جميع أشجارك ونباتاتك. سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور بأثنية جميع إحساناتك على إحسانك على رؤوس الأشهاد وبإعلانات جميع نعمك على إنعامك في سوق الكائنات وبمنظومات جميع ثمرات رحمتك ونعمتك لدى أنظار المخلوقات وبتحميدات جميع موزونات أزاهيرك وعناقيدك المنظمة في خيوط الأشجار والنباتات. سبحانك ما أعظم شأنك وما أزين برهانك وما أظهره وما أبهره. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود جميع الملائكة وجميع ذوي الحياة وجميع العناصر والمخلوقات بكمال الإطاعة والامتثال والانتظام والاتفاق والاشتياق. سبحانك ما سبحناك حق تسبيحك يا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده تسبح بحمدك السماء والأرض بجميع تسبيحات جميع مصنوعاتك وبجميع تحميدات جميع مخلوقاتك لك. سبحانك تسبح بحمدك الأرض والسماء بجميع تسبيحات جميع أنبيائك وأوليائك وملائكتك عليهم صلواتك وتسليماتك. سبحانك تسبح بحمدك الكائنات بجميع تسبيحات حبيبك الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم وبجميع تحميدات رسولك الأعظم لك عليه وعلى آله أفضل صلواتك وأتم تسليماتك. سبحانك يا من تسبح بحمدك هذه الكائنات بأصلية تسبيحات محمد عليه الصلاة والسلام لك إذ هو الذي تتموج أصلية تسبيحاته لك على أمواج الأعصار وأفواج الأجيال. اللهم فأبد على صفحات الكائنات وأوراق الأوقات إلى قيام العرصات أصلية تسبيحات محمد عليه الصلاة والتسليمات. سبحانك يا من تسبح بحمدك الدنيا بآثار شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم فزين الدنيا بآثار ديانة محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيام. سبحانك يا من تسبح بحمدك الأرض ساجدة تحت عرش عظمة قدرتك بلسان محمدها عليه الصلاة والسلام.
اللهم فأنطق الأرض بأقطارها بلسان محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم البعث والقيام. سبحانك يا من يسبح بحمدك جميع المؤمنين والمؤمنات في جميع الأمكنة والأوقات بلسان محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم فأنطق المؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيام بأصدية تسبيحات محمد لك عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا فرد يا حي يا قيوم، يا حكم يا عدل يا قدوس، بحق اسمك الأعظم وبحق أسمائك الحسنى وبحق فرقانك الحكيم وسوره وآياته وأسراره وأنواره وكلماته وحروفه، وبحق رسولك الأكرم ومعجزاته وكمالاته وشريعته وسنته عليه الصلاة والتسليمات، وبحق آله وأصحابه وأنصاره ومجاهداتهم رضي الله عنهم يا رب، وبحق حملة عرشك وملائكتك الكرام وتسبيحاتهم وعباداتهم عليهم السلام يا رب، وبحق جبرائيل وأمانته وميكائيل ووكالته وإسرافيل وصوره وعزرائيل وقبضته وحفظه للأرواح عليهم السلام يا رب، وبحق آدم وكلماته وحواء وشفقتها وشيت ونبوته وإدريس ورفعته ونوح وسفينته ودعواته عليهم السلام يا رب، وبحق إبراهيم وخليليته ولوط وغيرته وإسحاق وأنبياء ذريته وإسماعيل وأشرف نسله عليهم السلام يا رب، وبحق يعقوب ومناجاته ويوسف وصديقيته ويونس ودعوته وأيوب وصبره عليهم السلام يا رب، وبحق جرجيس ومتانته وعزير وحياته وخضر وسياحته وإلياس ورسالته عليهم السلام يا رب، وبحق موسى ومناجاته وتوراته وهارون وفصاحته وشعيب وخطابته ويوشع ورفاقته لموسى عليهم السلام يا رب، وبحق صالح وناقته وهود وهيبته وذو القرنين وحاكميته ودانيال وحكمته ولقمان وحكيميته عليهم السلام يا رب، وبحق داود وخلافته وزبوره وسليمان ومعجزاته وزكريا وعباداته ويحيى وسيادته وعيسى وزهادته وإنجيله عليهم السلام يا رب، وبحق حبيبك الأكرم ومعراجه وقرآنه عليه الصلاة والسلام يا رب، وبحق جميع الأنبياء والمرسلين وكتبهم وصحفهم عليهم الصلاة والتسليمات يا رب، وبحق الشريعة المحمدية وحقائقها وأحكامها أدامها الله إلى يوم القيام يا رب، وبحق دين الإسلام وأركانه وبحق الإيمان وأنواره وبحق القرآن وأسراره وبحق التوراة وصحفه وبحق الزبور ومزاميره وبحق الإنجيل وآياته وبحق القرآن وتبشيراته يا رب، وبحق الجنة ولطائفها وخزنتها وحورها وجمالها
يا رب وبحق السماء وزينتها وملائكتها وروحانياتها ونجومها وشواهدها يا رب وبحق الأرض وخزائنها وحيواناتها وأشجارها ونباتاتها وآياتها يا رب وبحق أبي بكر وصديقيته وعمر وفاروقيته وعثمان ونورانيته وعلي وولايته والحسن وأقطاب نسله والحسين وأئمة أولاده يا رب وبحق أصحاب بدر وشهداء أحد ومجاهداتهم وبحق الأولياء وكشفياتهم وبحق الأصفياء وتحقيقاتهم وبحق الشهداء وجهادهم وبحق الكعبة وزوارها وبحق الروضة وما فيها وبحق رسالة النور وأستاذنا سعيد المرسي رضي الله عنه يا رب وبحق جميع هؤلاء السابقين المذكورين صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك محمد بعدد حروف رسائل النور المكتوبة والمقروءة والمتمثلة في الهواء والأفهام وعلى آله وصحبه وسلم ما دام الملوان واشرح صدورنا وصدور طلبة رسائل النور الصادق وصدر كاتب هذه النسخة للإيمان والإسلام وارزقنا وارزقهم حسن الخاتمة وارزق كلا منا ومنهم إيمانا كاملا مكملا أكمل راسخا ثابتا دائما أبدا وارزقنا وارزق رفقاءنا صبرا جميلا وتوكلا كاملا وإخلاصا تاما وفتحا مبينا ونصرا عزيزا معجلا ووفقنا ووفقهم لكمال خدمة القرآن والإيمان وبنشر رسائل النور بين الأنام في عالم الإسلام واحفظنا واحفظهم من الآفات والبليات ومن شر أهل الضلالة والطغيان ومن شر النفس والشيطان وأجرنا وأجرهم من عذاب القبر والنيران وأدخلنا وأدخلهم الجنة مع الأبرار في زمرة آل محمد وأصحابه الأخيار عليه الصلاة والتسليمات بعدد حسنات أمته وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين اللهم بحق اسمك الأعظم وفرقانك الأحكم ورسولك الأكرم عليه الصلاة والسلام تقبل مني ما قرأته بأحسن قبول كما تقبلت من أحب أوليائك إليك آمين ألف ألف آمين والحمد لله رب العالمين.